عتيقة لمن؟ عتيقة لمن؟ بمعمر والعسكري، بمعمر في التنفيذ يضيع، بالفعل لاعب شاب عتيقة، والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا؟ نعم، الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي، هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة، الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة، نعم غريبة، عادت المرمى، كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش، ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي، أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية، أغرب كرة في الضربات الترجيحية، نعم. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا، ضغط المباراة كم هو محظوظ.